يقول: كيف أستطيع أن أعرف أنني في دعوتي إلى التوحيد أدعو إلى الله لا إلى نفسي، وما السبيل؟ نيتك يا أخي، اختبر نيتك، قصدك في هذا هل تريد الأجر والثواب والإخلاص لله، أو تريد أنك تمدح وتعظم أو تعطى شيء من المال أو ما أشبه ذلك؟ أنت أعرف بنيتك، أنت أعرف بنيتك وقصدك. نعم.